احنا معانا الاستاذ سهيل الريفي على التليفون. استاذ سهيل، ازاي حضرتك؟ وكل سنه وانت طيب. والحقيقه انا سعيد ان انا كنت موجود في دوله الامارات، وسعيد بما قدمتوه الحقيقه من شكل حضاري واستضافه محترمه للزمالك والاهلي في، مش عايز اقول بلدنا التاني، هي بلدنا الـ يعني احنا بلد واحده سواء الامارات ومصر. اهلا بيك في قناه الزمالك، اهلا بيك يا استاذ سهيل. اهلا بك، انا مسي عليك وعلى جمهورك وعلى كل عشاق نادي الزمالك، واشكرك على هذا الكلام الجميل، واشكركم على كل ما قدمتوه وكل الاطراء وكل وكرمكم وضيافتكم واستضافتكم هنا وحضوركم. احنا بنشكر حضرتك الحقيقه، لان التابلو الرائع اللي كان معمول في الملعب هزاع بن زايد، الحقيقه كلنا كنا مبسوطين منه، والتنظيم الرائع والاستقبال الرائع والحفاوه الغير طبيعيه اللي قدمها مجلس ابو ظبي للزمالك والاهلي طبعا، وحضرتك على راس هذه المنظومه، فبالتاكيد حضرتك تعبت كتير، فاحنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الاستضافه وعلى المجهود الكبير اللي حضرتك بذلته في البطوله. لكن خليني اقف على التابلو الجميل اللي انت كتبته على امير مرتضى منصور، ايه السبب يا استاذ سهيل اللي حضرتك خلاك تكتب هذا البوست على امير، او التصريحات على امير مرتضى منصور؟ تقصد تصريح امس؟ بالضبط، تصريح امس بالضبط. انا والله شوف امير، اولا امير، اولا خلينا نتكلم بشكل عام. امانه البعثتين كانوا ظهروا بشكل جيد كعادتهم، ظهروا بروح رياضيه كبيره وظهروا باخلاق كبيره، لكن انا اليوم لما فريق خسران وما توفق في المباراه ويبادر بهذه المبادره ان امير بنفسه يروح للفريق الثاني ويهنيهم بالبطوله وبدون اي مشاكل، وبالعكس يعني كان اكيد كل حد مباراه مهمه وكل حد كان يريد يكسب، ولكن انا عجبتني رده الفعل اللي احنا اليوم نسمع عن قوه السوبر المصري ونسمع عن الزمالك والاهلي والشحن الجماهيري والتعصب اللي يتكلمون بشكل عام عن الرياضه، لكن اظهر روح رياضيه كبيره صراحه غير مستقربه. امير امانه تعاملت معه من سنين كثيره، رجل خلوق، رجل محترم جدا، رجل ذكي ويعرف هو يريد ايه ويعرف اللي عليه واللي ليه، وبالعكس يعني كان تعامله جدا راقي مع الناس، بما انك انت ذكرت لي امير، فبالتالي انا فعلا فعلا امير يمكن من خلال، يمكن انا ما قلت له هذا الكلام ولكن هذا حقه، ان يعني ان الناس تعرف امير تعامله مع الناس، فانا بحييه وعلى تربيته وعلى اخلاقه وعلى ذكائه صراحه. بالتاكيد استاذ سهيل برضه في تابلو اكثر من رائع اخر جسده كابتن نادي الزمالك شيكابالا لما دخل لغرفه الملابس جوه، او الكوريدور اللي جوه فيه اوضه اللبس، ودخل بمؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي السابق وحياه ودخله الملعب، تابلو اكثر. شفت حضرتك هذا المشهد ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ والله يا اخي ما في شك، في النهايه شوف، في النهايه شوف، انا بقول لك شيء، هم في الاخر هم اكيد اخوان، واللاعبين ترى اقل تعصبا بشكل كبير على مستوى العالم من الجماهير. اللاعبين اخوه، انا اكيد ان شيكا ومؤمن اصدقاء، ومؤمن صح. اكيد ان الناس كلها متعاطفه معاه والكل يتمنى له الشفاء العاجل، فان انت بعد هذا تصرف اخوي وغير مستغرب من عيال بلد وحده انه يوقف معاه، وبالعكس انا حتى شفت اكثر لاعبين الزمالك راحوا وسلموا على مؤمن، وهذا غير مستغرب وهذا الطبيعي واللي متوقع من الفريقين. والكل امانه يعني على اساس احنا اليوم الكلام لان في قناه الزمالك وانت سالتني عن نادي الزمالك، ولكن البعثتين بشكل عام كانوا جدا في الرقي وفي التعامل وكانوا كلهم في قمه الاحترام. امير لانه هو اللي خسر الماتش، فبالتالي انا عجبني تصرفه تصرف كبير، حتى تعامله اداره النادي الاهلي او مشرف الفريق وسيد عبد الحفيظ مع امير واحتضانهم وسلامهم على بعض، الاسم اللي بيسمونه الوقفه اللي وقفوها لما صار التتويج ومرور الزمالك وقبوله بهذه الروح الرياضيه، هذا شيء جميل وهذا شيء احنا لازم ننميه، والاعلاميين لازم يشتغلون عليه، ان المباراه تنتهي مع صافره الحكم. وهذا اللي حصل، وهذا الشيء اللي تعرف اليوم الناس، انا ليش اليوم نحن نتكلم بحراره؟
في هذا الموضوع، لأن حصلت في السوبر الماضي في مواقف ما كان حد يتمناها أكيد، لا المنظمين ولا الفريقين. بالنسبة للسوبر اليوم العكس تماما، في هذا السوبر أخلاق رياضية كبيرة من الفريقين، حتى الجمهور ما سمعنا أي شيء يعكس عكس اللي كنا اللي الناس تتوقع. سمعنا الشيء الطبيعي ان الجمهور جاي يشجع فريقه، كل الجمهورين يشجعون فريقهم باخلاص وبدون اساءات، وهذا الشيء المنتظر والمتوقع يعني. اكيد طبعا. استاذ سهيل، يمكن المباراه تزامنت مع مرور 50 عاما على العلاقات المصريه الاماراتيه، امتدت منذ زمن كبير ايام طبعا الشيخ زايد الخير وحتى الان. شايف التزامن المباراة أن تقام، مش هنشوف بقى سوبر إماراتي في مصر قريب إن شاء الله؟ يعني إحنا عايزين برضه نشوف سوبر إماراتي زي ما شفنا سوبر مصري في الإمارات، نشوف سوبر إماراتي في مصر بإذن الله الفترة اللي جاية. والله شوف هذا الشيء ما في شك إنه يشرفنا ويسعدنا. يمكن أنا نظمت أول سوبر إماراتي في مصر، سويناه في ملعب الدفاع الجوي كان بين الجزيرة ونادي الأهلي الإماراتي في اول سوبر. الان الموضوع اختلف، صار عند اتحاد الكره ورابط الدوري المحترفين الاماراتيه هم المعنيين، ولكن اكيد ان هذا الشيء يعني يعطي بعد كبير. يعني اليوم انت شوف السوبر الامارات المصري لما انتقل الى الامارات يطلع بشكل مختلف، الجماهير حابه تشوف شكل مختلف. يعني هو الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك بيلعبون مع بعض في الدوري دائما، لكن لما تروح الى حته اخرى جماهير الفريقين وشعبيتهم خارج مصر، اعلام اخر، رؤيه اخرى، يصير لها بعد مختلف، يصير لها تسويق مختلف وترويج مختلف، ويعطيها انطباع ان مثل البطولات الكبيره العالميه اللي تصير. اليوم السوبر اقل يعني من كاس، دائما كاس مصر او الدوري، ولكن شوف قيمته لما يروح برا، يصير من اهم البطولات لان انت تريد تاخذها في جمهور مختلف. صحيح. الوطن العربي كله يشوف المباراه. فهذه خروج المباريات دائما انا مع الترويج للمسابقات والدوريات، وهذا اللي الواحد يتمنى. فان شاء الله يا رب انه يكون في مبادره بين الاتحادين وتكون بالعكس السوبر الاماراتي في مصر، ده شرف عظيم يعني. حبيبي اخيرا السوبر القادم، انت عارف ان الزمالك برضو بطل دوري الموسم المنقضي، وبالتالي هو بطل، هيبقى احد طرفي المباراه في السوبر القادم، هل هيقام مع نفس الملعب ولا هينتقل الى ملعب محمد بن زايد في ابو ظبي؟ لا الملاعب تتحدد هي دائما قبل المباراه على حسب انشغال الملعب. لسه ما حددتوش يعني انتوا يعني؟ لا لسه، اليوم ننتظر بس ينتهي السوق الكاس ان شاء الله، كاس مصر على خير ان شاء الله، ونحدد بطل كاس. الكاس ونشوف وقت وتاريخ البطوله، الى الان ما تحدد. ففي تواريخ دائما هي بتلزمك اجنده الموسم الرياضي، هل في مباريات في نفس الملعب او في مباريات في ملعب اخر، ولكن المداوره دائما احنا مع المداوره بين الملاعب، حابين دائما احنا لاخر سوبر اقيم في استاد محمد بن زايد، السوبر اللي حصل امبارح في استاد هزاع، فاحنا دائما مع المداوره. يمكن يقام في استاد اخر تماما، يمكن يكون في مدينه زايد او في استاد ال نهيان، على حسب الطرف الاخر وعلى حسب اجنده الموسم. استاذ سهيل العريفي مدير الفعاليات في مجلس ابو ظبي الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه جدا.